الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح القرآن العظيم المسمى بتفسير الجلالين. قد وقفنا في سورة البقرة عند قول الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الشيخ جلال الدين رحمه الله تعالى: قوله ربنا وابعث فيهم يعني أهل البيت، لقوله قبله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني اجعل من ذرياتنا وأولادنا جماعة مسلمة لك. وأتى بمن هنا للتبعيض، من ذريتنا أي من بعض ذريتنا، ليه؟ لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، قال ومن ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني هو حق عليه القول في الأزل لن يسلم. فقوله ربنا وابعث فيهم يعني أهل البيت، يعني يبعث في الأمة المسلمة. ليه؟ لأن آل النبي كل تقي، آل النبي كل تقي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من أنفسهم، اللي هي أمة العرب، اللي هي نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، لأنه أبو العرب. وقد أجاب الله تعالى دعاءه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ولذلك لما خاطبهم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليهم آياتك. دي الوظيفة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاوة الآيات أي القرآن العظيم. ويعلمهم الكتاب، والكتاب هو القرآن، أي يعلمهم أحكام الكتاب. والحكمة أي ما فيه من الأحكام، أو الحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرسالة في تفسير وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال الحكمة هي السنة.
فكذلك هنا ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى ما فيه من الأحكام، طبعا الأحكام التي بيّنها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك. ده أول التزكية، أول التزكية التطهير إيه؟ من الشرك. ثم بعد ذلك تزكية الأخلاق بالإيمان والإسلام والإحسان، لأن هذه الأشياء هي التي تطهر النفوس من الأخلاق الإيه؟ الذميمة، وتحليها بالأحكام بالإيه؟ بالأخلاق الحسنة، اللي يسموها إيه؟ التخلية والتحلية. التخلية عن كل عيب مذموم، والتحلية بكل إيه؟ بكل خلق محمود. هذه التزكية، تطهير. يبقى التطهير من الشرك والتطهير من الأخلاق الذميمة كلها. والإسلام طبعا حينما تتدرج معه تجد الإسلام، الإيمان، الإحسان، اللي هي أركان الدين. أركان الدين، العمل بالإسلام والعمل بالإيمان والعمل بالإيه؟ بالإحسان. كل ده داخل تحت الإيه؟ التزكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب. الحكيم في صنعه. فمعنى الغالب يعني سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، والذي لا يشرك في حكمه أحدا. عزيز أي غالب، ولا مكره له سبحانه وتعالى، لأنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. كل ذا في معنى العزيز سبحانه وتعالى. إنك أنت العزيز الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، هو حكيم في صنعه، بمعنى أنه إيه؟ يضع الشيء في موضعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. ثم قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني أي واحد يرغب عن ملة إبراهيم، بمعنى يتركها. رغبت عن فلان، بمعنى إيه؟ تركته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب فلان عن فلان أو عن فلانة، أي تركه. والعكس، رغب فيه، رغب فيه أي طمع وتمنى أن يأخذه، لكن هنا يرغب عنه يعني يعرض عنه. وطبعا الإعراض مقتضاه الترك. فلا يترك ملة سيدنا إبراهيم إلا من سفه نفسه. وسفه نفسه أي جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته سبحانه، لأن هذا هو الأصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالذي يرغب عن ملة سيدنا إبراهيم هو الذي جهل نفسه، جهل نفسه وأنها مخلوقة لطاعة الله تبارك وتعالى.
هذه معنى إلا من سفه نفسه أو استخف بها وامتهنها، بمعنى أن الذي يكرم نفسه يطيع الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمشرك الكافر العاصي المجرم أهان نفسه. ليه؟ لأنه لا يساوي عند الله شيئا. لأن المؤمن التقي كريم على الله، أما الفاجر الشقي هين على الله. ثم قال في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه أي اخترناه كسائر الأنبياء والمرسلين وهو والدهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني اختارهم على من سواهم. ولقد اصطفيناه في الدنيا بالرسالة والخلة، يعني هو خليل الله ورسول الله ومن أولي العزم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده من ألوان الاصطفاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا. ولذلك أكد الجملة بلام القسم: ولقد اصطفيناه في الدنيا. ثم قال توكيد أشد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بإن واللام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. وده توكيد لاصطفاء سيدنا إبراهيم في الدنيا وفي وفي الآخرة. ثم قال: إذ قال له ربه أسلم. إذ هنا دايما مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر. واذكر إذ قال له ربه أسلم. ومعنى أسلم أي انقد لله تعالى وأخلص له دينك، لأن الإسلام لغة الانقياد. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذ قال له ربه أسلم أي انقد لي وأخلص لي دينك. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد والإخلاص لله تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. استجاب لله تبارك وتعالى في الانقياد للحق تبارك وتعالى. ووصى، وفي قراءة أوصى، ووصى بها إبراهيم، وفي قراءة أوصى. وصى ووصى قراءتان سبعيتان. ووصى بها إبراهيم أي وصى بها أي بالملة اللي هي ملة الإسلام. ملة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. بعدين في القرآن دايما الملة والدين والشريعة بمعنى واحد. حتى في باب الردة يقول لك: من سب الدين أو الملة أو الشريعة أو المركة. الشيخ ليش في فتح العلي المالك
في الفتوى على مذهب الإمام مالك، قال كل هذه الألفاظ واحدة، قال وهي لا تنتشر إلا وسط السوقة والعربجية. الشيخ ليش؟ لكن كلها بمعنى واحد، الملة، الدين، الشريعة، المرك، معنى واحد، لأنها تشمل الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي. كلمة الملة أو الدين أو الشريعة أو المرك. من حيث إملائها عن طريق الوحي فهي ملة، ولأن النفوس التي فطرت على الإسلام تميل إليها، ملة من الميل، هذا معنى كلمة إيه؟ ملة. ومن حيث تشريعها يقال لها شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الله تعالى هو الذي شرعها. ومن حيث التدين بها يقال دان نفسه بكذا، يعني ساسها، اعمل ما شئت كما تدين تدان، يعني دان نفسه بمعنى ساسها بالأوامر والنواهي، أدبها يعني. يقول لك هذا ما أدين به لله تعالى، يعني أتعبد به وأسوس به نفسي. ووصى بها أي بالملة إبراهيم بنيه، ويعقوب برضو إيه؟ وصى بنيه، فالتقدير ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بنيه، يعني كلاهما إيه؟ أوصى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قال يعني كل واحد منهما قال إيه؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم، وهو دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، كما في حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأمهات هي الشرائع، الاستعارة هنا، الأمهات هي إيه؟ الشرائع، الشرائع مختلفة اللي هي الفروع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين فروعا وأصولا عند الله واحد، يعني التوحيد عند جميع الأنبياء، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام، بر الوالدين، متفق عليه في كل ما أنزله الله تعالى. إنما كلمة فلان يهودي أو نصراني أو مجوسي هذه أوصاف وليست ديانات، أوصاف، لا يقال دين كذا أو دين كذا، لا، إن الدين أي جنس الدين، الألف واللام للإيه؟ للجنس، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك كلمة الإسلام جاءت على لسان جميع الأنبياء والمرسلين من أول سيدنا نوح، وأمرت أن أكون من المسلمين في سورة يونس، بعد كده تتمشى معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول
المسلمين. إن الله اصطفى لكم الدين أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. هناك الشيخ حافظ ابن كثير في التفسير قال إيه؟ قال لأن إنما قال الله تعالى ذلك يعني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال لأن من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دي سنة الله في خلق، هذه معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت حتى تتحقق فيك سنة الله تعالى، اللي هو إيه؟ أن من عاش على شيء أو من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني استمروا على هذه النعمة وموتوا عليها حتى يدرككم الموت وأنتم مسلمون. بعدين لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، من ضمن التلبيس، يعني من ضمن إيه؟ التلبيس والكذب، كذب اليهود. ألست تعلم، قال أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، فنزل قوله إيه؟ أم كنتم شهداء، يعني حضورا من الشهود لا من الشهادة، كنتم شهداء أي حضورا، شهد فلان بدرا أي حضرها، يعني دي غير الشهادة اللي هي شهد فلان على فلان، لا هنا الشهادة بمعنى الحضور. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، حضر هنا بمعنى جاءه الموت يعني، ويقال فلان محتضر أي حضره الموت أي جاءه، حتى إذا جاء أحدكم الموت. إذ قال لبنيه، دي بدل من إذ قبلهم، إذ قال له ربه أسلم، برضو إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه، كل ده بدل من إذ التي قبلها، واذكر إذ يعني. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أي بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال عد إسماعيل أو عدوا إسماعيل من الآباء تغليبا، لأن العم بمنزلة الأب، يعني فجعلوا إسماعيل من آبائهم، لأن العرب تطلق على العم أب لأنه صنع الأب، لأنه عم كما قال حسن عم الرجل صنع أبيه يعني أخاه. إلها واحدا، ودي بدل من قوله نعبد إلهك أي نعبد إلهك إلها واحدا، تقدير بدل من إلهك. ونحن له مسلمون، برضه هي كلمة الإسلام جاءت على لسانهم، لسان الأصباط هم أبناء الأنبياء،
وأم بمعنى همزة الإنكار، أي لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به؟ يبقى أم هنا بمعنى همزة الإيه؟ الإنكار، يعني أم كنتم شهداء، يعني لم تكونوا، يسموه إيه؟ الإنكار التكذيبي، أي لم تكونوا حاضرين، لم تكونوا. هل أنتم شهدتم سيدنا إبراهيم أو سيدنا يعقوب حين أوصى؟ الجواب لا. أي لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. حط سكر. شوف بلاغة القرآن، يرد عليهم كذبهم وحضورهم وقت الايه؟ الوصية. تلك أمة قد خلت، يعني كيف تقولون أنتم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ أنتم لم تكونوا ايه؟ حاضرين أصلا حتى تقولوا هذا. تلك أمة قد خلت، أي سلفت. بعدين لها ما كسبت ولكم ما كتبت. لها ما كسبت يعني من العمل، لها ما كسبت وعليها إيه؟ ما اكتسبت، أي جزاؤه. قال إيه؟ هذا استئناف. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي اليهود. يبقى الذي خلى بإيمانه وإسلامه له إيه؟ ما كسب. ولكم ما كسبتم، أي من الشر. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان يسأل عن يعني الشجار الذي حدث مع الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول ايه؟ تلك دماء طهر الله منها ايدينا فلنطهر منها ايه؟ ألسنتنا. ثم يقرأ الآية دي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان عمل. يعني لماذا يشغل الإنسان نفسه بشيء لم يحضره؟ لذلك لما سئل بعض السلف من زوجة إبليس، قال ذاك عرس لم أحضر. ما عرفش، أنا كنت حاضر الفرح. ما هو كده الإنسان يعترف بالحق، أنا شفتها فين. فكذلك هنا يعني اليهود يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ألست تعلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبرة بعموم اللفظ، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، بمعنى أن الإنسان لا يشغل نفسه بأعمال من مضى. تجد بعض الناس يؤلفون فيما حدث بين الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، ويكتب ويشغل نفسه، ومعروف أن التاريخ يعني فيه تساهل في الكتابة وفيه أهواء، ولكن ماذا تأخذ؟ افرض وصلت إلى الحقيقة، علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني تبحث عما ينفعك عند الله تبارك وتعالى، أما ما لا ينفعك فلا تشغل نفسك به. من حسن إسلام المرء
تركوه ما لا يعنيه. يعني الجملة دي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليها مدار الإسلام، من ضمن الحديث الأربعة أو الخمسة أو الستة التي عليها مدار الإسلام، في معناها تلك أمتكم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي كما لا يسألون عن عملكم، يعني لا السابق يسأل عن عمل اللاحق ولا اللاحق يسأل عن عمل السابق. والجملة تأكيد لما قبلها اللي هي ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا للتفصيل، كونوا هودا أو نصارى هم الذين قالوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هنا أو للتفصيل، لأن هؤلاء قوم قالوا وهؤلاء قوم قالوا، فقائل الأول اليهود كونوا هودا تهتدوا اللي هم يهود المدينة، والنوع الثاني في التفصيل نصارى نجران كونوا نصارى تهتدوا، يعني فكلا الفريقين قال كونوا يهودا تهتدوا وكونوا نصارى تهتدوا، لأنه مش معقول طبعا الفريقين كونوا هودا أو هيقولوا مع بعض، لأن هما قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني كلا الفريقين يكذب الآخر، فكيف يتفقون على قول؟ لا، هؤلاء قالوا وهؤلاء قالوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ملة إبراهيم حنيفة، أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة مفعول لإيه؟ لفعل محذوف تقديره إيه؟ نتبع ملة. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم، والحنف هو الميل أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، مائلا لأنها ملة، يعني يميل الإنسان بها عن الاعوجاج إلى الاستقامة، أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال في البلاغة ده هذا تعريض بأنهم كانوا إيه؟ مشركين. ليه؟ وقال هناك وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا شرك مع الكفر يعني، فنفى الله الشرك عن سيدنا إبراهيم للدلالة على أنهم إيه؟ مشركون. التعريض اللي هو أن يعني أن تفهم من عرض الكلام، إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، اسمه إيه؟ التعريض، يعني سنفهم من عرض الكلام. وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال الله قولوا، خطاب للمؤمنين، قولوا إيه؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، هي صحف إبراهيم كما ذكر الله تعالى في سورة الأعلى، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
أسباط اللي هي إيه؟ أولاد سيدنا يعقوب والأسباط، لأنهم أسباط اللي هم أولاد الأولاد بالنسبة لسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم، هذه معنى الأسباط. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده بسيدنا الإيه؟ من هناك حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، لأنه ولد البنت، يقال الولد البنت وولد الولد سبط، يعني الأحفاد اللي احنا نسميها إيه؟ الأحفاد. وما أوتي موسى، يعني من التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ يجب على المسلم أن يؤمن تفصيلا بالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى تفصيلا، لأن هذا مذكور في القرآن، ولا يقتصر على هذا التحديد لا، وإنما يقول أنزل الله تعالى كتبا وصحفا لا يعلم عددها إلا هو، حتى لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. حتى في خبر الآحاد في عدد الأنبياء أنهم 124,000 أو عدد الرسل 313، لا يؤمن أيضا بهذا التحديد، لأن خبر الآحاد لا يصلح في العقيدة، لا يجوز اعتقاده، وإنما يقول أرسل الله أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله. فنحن آمنا بما فصل في القرآن وذكر باسمه من الأنبياء والمرسلين والكتب، لكن على سبيل الجملة نقول يعني أرسل الله أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا هو، فنحن نؤمن بهم جميعا، وأنزل كتبا وصحفا لا يعلم عددها إلا الله، مع الإيمان بالمفصل فين؟ في القرآن. علماء العقيدة قالوا هذا الكلام. ليه؟ لأن العقيدة لا يؤمن فيها إلا بالمتواتر، المروي يرواه جمع عن جمع عن جمع، لكن أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقائد. ولذلك القرآن قال وما أوتي النبيون من ربهم، كل ما أوحاه الله تعالى نحن نؤمن به للأنبياء والمرسلين من كتب أو صحف أو شرائع، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى وغيرهم من الإيه؟ من الفرق. ليه؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، هذا نبي وهذا ليس بنبي، فما الذي عرفكم؟ تعصب عادي كتعصب أهل الكرة في النوادي، جعلوا الدين كالرياضة الآن، تعصب اللي يعجبهم نؤمن به، ما يعجبهمش لا نؤمن به، وهكذا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ولم يفرقوا إيه؟ بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم. انظر في عصرنا هذا الذين يقولون من آمن بنبيه دخل الجنة،
من قال لا إله إلا الله وآمن بنبيه دخل الجنة، وفيهم من يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب والآيات هذه؟ لا، الذي يقول هذا ويقول لا، يعني لا يلزم أن يؤمن بكل الأنبياء، هذا كفر، هذا هو الكفر الذي نص الله تعالى عليه. من قال غير ما أنزل الله فهو كافر. الذين يحرفون الكلم عن مواضعه داخلون تحت إيه؟ من حكم الله عليهم في سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. تتعجب والله تتعجب. وحينما يسأل الواحد منهم الملحد يقول لك إيه؟ أنا أقصد الذين آمنوا بالنبي في زمانه. أنت قلت كده يا كذاب، أنت قلت كده. لكن لما جاء سؤل عند أهل العلم ويعني لماذا قلت ذلك، قال أنا أقصد إيه؟ قال إيه؟ من آمن بسيدنا موسى في زمنه، من آمن بسيدنا عيسى في زمنه. أنت قلتش كده. ما احنا بنقول احنا اللي يؤمن بأي نبي في زمنه دخل الجنة، وكل نبي، النبي عليه الصلاة والسلام رآهم في الإسراء، النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط، كل واحد على حسب ايه الأتباع اللي آمنوا به. انت لم تقل هذا، من قال هذا لا يعيبه أحد، لكن انت تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني تأخذ بعض الدليل وتترك بقية الأدلة. القرآن هو قال قولوا آمنا، قولوا يعني لابد أن تقول، يعني تقول باللسان ويواطئ اللسان القلب، يعني اعتقاد مع القول، وإلا كان إيه؟ منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إيه؟ إن المنافقين لكاذبون. الله يشهد لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، لكن في قلوبهم لا يقرون بالرسالة أصلا. ونحن له مسلمون لأن الدين عند الله الإسلام. ثم قال بعد ما قال قولوا، قال إيه؟ فإن آمنوا، برضو الخطاب اليهود والنصارى، فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، بمثل أي زائدة هنا للتوكيد طبعا، يسموها صلة، المفروض يقول إيه صلة. لأن الأصل فإن آمنوا بما آمنتم به، الأصل يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن قالوا مثل قولكم واعتقدوا مثل اعتقادكم، آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني لم يرضوا بقولكم، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق، أي في خلاف معكم، إنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم. لأن اليهود كانوا في المدينة يعني يدبرون دائما للإسلام والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، مكائد
في المدينة لا حصر لها، ولذلك عاقبهم الله تعالى بالطرد. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني للشام أرض الحشر لأول الحشر، نفاهم إلى أزرعات بالشام مشوا. إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يعني لا تخف منهم. يعني لما راح بني النضير وراح يجيب الديت واحد منهم، كان يريدون أن يرموا على رسولهم يعني حجر الرحى من فوق، وهو جالس صلى الله عليه وسلم تحت الحائط، وجاءوا سيدنا جبريل وقال له قم من هنا، هي والله يعصمك من الناس. دبروا الأمر ده، قالوا يعني أنتم يعني لن تجدوا فرصة مثل هذه، يعني هو جالس تحت بيت واحد من اليهود ويرمي عليه حجر الرحى، حجر الرحى ده ثقيل جدا، لو جاء الإنسان يموت في الحال. فأمره سيدنا جبريل أن يذهب من هذا المكان، من ضمن المكائد يعني التي كانوا يكيدون لها، يعني يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم بقتل قريظة، بني قريظة في يوم واحد، يعني قتل وذبح 700 وحفر له حفرة كبيرة ودفنهم فيها، حكم فيهم سيدنا سعد ابن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. وإلى وقت قريب كان سوق بني قريظة ده من الناحية الغربية للمسجد النبوي، يعني بينه وبين المسجد النبوي حوالي 50 متر، وكان مصور كده معمول حتى بجذوع نخل. إلى وقت قريب يعني ما كملش 5 سنين بس، والآن أزالوه وأخفوا معالمه. نشوف يعني له 1440 سنة، من 5 سنين فقط بس بالأمر اتشال. اللي هو سوق بني قريظة اللي دفنوا فيه وقتلوا فيه. وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النضير، بني النضير يعني، وضرب الجزية عليهم. ثم قال القرآن: صبغة الله، وده مصدر مؤكد لآمنا، ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله صبغة، صبغة الله أي صبغنا الله صبغة. والمراد بالصبغة هنا الدين، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب، صبغة الله. وسبب نزولها أن النصارى حينما يولد لهم ولد ويكبر مثلا إلى 10 سنين، هناك حوض في الكنيسة ماء أصفر يغمسون فيه الصبيان فيصفر وجهه ويصفر جسده، فيقولون صار نصرانيا، تنصر، هذا معنى التنصير، يصبغونه في ماء المعمودية أو المعمدان،
ما اسمه كده؟ فالقرآن بيقول لهم لا، صبغة الله يعني فطرة الله، لأن كل مولود كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمراد بالصبغة الدين الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. ومن أحسن من الله صبغة؟ أي لا أحد أحسن من الله صبغة، يعني صبغة الدين وصبغة الفطرة هي أحسن الإيه؟ أحسن الصبغة. قال ولذا قيل، الشيخ الصاوي بيقول إن موت المؤمن على غير الإيمان نادر كالكبريت الأحمر، نادر. ليه؟ لأن الله تعالى أكرم من أن يكرم العبد ثم يرد عنه إكرامه، أكرم من هذا أن يعطي أي نعمة ثم يسلبها. أيوه. ولذلك القرآن قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أن الأنوار التي امتلأ بها القلب ظهرت على الوجه وسائر الايه؟ الجوارح. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا النور، نور الإسلام ده يوم القيامة يكون أمامه على الصراط نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، اللي هو نور الإسلام الذي أكرم الله به المسلم. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما كان إذا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تضيء عصا أحدهم الطريق له في المدينة في الظلام، فإذا انفرد أحدهم عن الآخر كل واحد ذهب إلى بيته أضاءت عصاته له. ده في البخاري ومسلم. هذا يعني المؤمن يعني أكرمه الله بإضاءة العصا فضلا عن القلب زيادة، هذا من باب خرق العادة، كرامة، كرامة في الصحيحين. اتنين مع بعض يبقى عصا واحد كشاف واحد، ينفردان كل واحد معاه الكشاف بتاعه. هذه إكرام. طيب اللي خلى العصا نور مش هينور القلب؟ أيوه. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. ونحن له عابد. ومن أحسن من الله صبغة، وصبغة تمييز. ونحن له عابدون، قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ما فيش حد من العرب يعني نبي يعني، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فنزلت آية قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يعني هم كانوا مغرورين، اليهود يعني كانوا مغرورين بأنفسهم، وذلك لما أكرمهم الله. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة وفضلناهم هناك، ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
على العالمين. فهم اغتروا بهذا الإكرام، بيقولوا ايه، خلاص احنا افضل الناس افضل العالمين. وبعدين قبلتنا اقدم برضو، وبعدين معظم الانبياء منا في بني اسرائيل يعني اولاد سيدنا يعقوب، ولم تكن ايه من العرب انبياء، مفيش يعني الا ايه الا محمد صلى الله عليه وسلم، هم لا يعترفون به، يقول يعني ولو كان محمد النبي لكان منا، لان معظم الانبياء منهم من ذريه سيدنا يعقوب اللي هو اسرائيل. فالقران قال قل لهم اتحاجوننا، اي اتخاصموننا في الله ان اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من عباده ما يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها. قال فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، وهذا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونحن له مخلصون، مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء. والهمزة هنا للإنكار، الإنكار التوبيخي، الإنكار التوبيخي، أي لا ينبغي أن تقولوا ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.